اول الاشواط والخاص ايضا بالابكار اللي جايه المحليات الاصايل على البركه. مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، تعلن هذه الانطلاقه وتسير هذه الاسماء بسم الله وعلى بركه الله وتوفيقه. نسير مع هذه الانطلاقه ومباشره ناخذ هذه المقدمه الاولى والصداره الاولى والمركز الاول. يتواجد في المقدمه والصداره هناك مع ايضا هذا الاندفاع ومقدمة هذا الشوط، هذه هي ايضا تأتي في هذه اللحظات لغصاب بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري. هذه القادمة في هذه الانطلاقة العزلة تأتي في المركز الاول، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز من نوف لعشير بن عبد الله بن محمد بن كردوس العامري وصل وخذ المركز الثاني. المركز الثالث طلايع عبد الله بن خيرة اليبهوني الظاهري وصل خذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع الاندفاع في رابع المراكز والانطلاق على المركز الرابع والوصول من شواهين محمد بن مبارك برويس الاكتبي القادم مع هذا الاسم والمنطلق بخلال هذه الاندفاعات. مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام، بينما الوصول الجديد من شواهين لابراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي يقدم لنا هذه الانطلاقة القوية والعملاقة، بينما الوصول على المركز السادس المتقدم في هذه اللحظات انذار عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة وصل شعار بن حلوة وتقدم من خلال هذا الاسم. دائما بن حلوة ياتي بما هو جديد في عالم الاصايل وعالم انطلاقات سباقات الهجرة. المركز الثامن وصلت في ثامن المراكز وتقدمت هناك مشاهدين الاعزاء، هذه عجايب لعبد الله بن صالح بن طرشوم العامري وصل مع عجايب يقدم عجايب ايضا تقدمت في هذه اللحظات واصله بكل قوه، بينما الوصول من مشكوره سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي يصل بشعاره الجميل والمميز، والدخول الاخر من شعار بن دري يتقدم هذا الشعار العريق بإنجازاته العريق أيضا بأدائه أيضا هناك، ويقدم لنا الشرود أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم. مرحبا بكل المشاركين هذه السلطنة، مرحبا بشعار شاعر الميادين، وصلت صاحبة الإنجازات، وصلت صاحبة السجلات، وصلت صاحبة أيضا التميز الشاعر مبارك بن عامر الحبسي يتقدم مع السلطنة. مرحبا يا ابو صالح، مرحبا يا ابو صالح يتقدم من خلال تواجد السلطنة، يقودها راكان بن مبارك بن عامر الحبسي احد الاسماء القوية والرنانة والقادمة والضيف العزيزة من السلطنة القادمة والمتعنية للمشاركة في هذا الشوط خصيصا، يتقدم ويغير الى المركز الثاني. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول. هذه هي العزلة لغصاب بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري، بينما السلطنة في المركز الثاني لمبارك بن عامر الحبسي شاعر الميادين يتقدم. شاعر الميادين يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما هناك المركز الثالث الوصول من طلايع لعبد الله بن خير اليبهوني الظاهري، وصل الظاهري، وصل الظاهري يتقدم، بينما هناك ايضا شعار الاكتبي يقدم لنا انطلاقة مشكورة سعيد بن سالم بن سعيد بن غدير تبي يتقدم مع مشكورة، خذت المركز الرابع بن حلوة خذ المركز الخامس، بينما الدخول على المركز السادس من جبارة علي بن صياح بن رصاص المنصوري وصل في هذه اللحظات، يتقدم من خلال هذه المنافسات القوية هذا التحدي المثير. خذت المركز السادس، المركز السابع وصلت الهبيبة لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي. المركز الثامن الوصول في ثامن المراكز من منصورة
عبيد بن محمد بن ناصر بن سالمين المنصوري وشعار الغفيلي، وصل شعار بن سلمة يقدم لنا الطيارة محمد بن سعيد بن سلمة المنصوري، يتقدم من خلال تواجد ابو سعيد حمد بن سعيد بن سلمة احد شبابنا المبدعين، احد شبابنا المضمرين. ايضا لا نسبق الاحداث، نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول. السلطنة، السلطنة، اهنيك على اختيار هذا الاسم السلطنة، وتمثل السلطنة ياتي مبارك بن عامر الحبسي شاعر الميادين. حمرة همومه يات للركض مولام، ولا خلها لمعتني بالتوليم. كلمات ابو صالح 1500 متر يتقدم مع السلطنة. الشاعر مبارك بن عامر الحبسي يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا هذه الاندفاع. المركز الاول، تعزف سمفونية الناموس على الوتر الاول في هذه الانطلاقة. ولكن المركز الثاني يتقدم غصاب بن عبد الله راعي الطيرة العامري، يصل على المركز الثاني. وين الموقع؟ وين الموقع؟ هنا 1200 والسلطنة على الصدارة، السلطنة على المركز الاول على مقدمة هذا الشوط لمبارك بن عامر الحبسي. يتقدم ويتقدم الجمهور مع هذا الشعار لمحبين لشاعر الميادين على المركز الاول. وصل بن حلوة، وصل بن حلوة مع انذار عبد الله بالمر بن سعيد بن حلوة. الاكتبي بينما الدخول الجديد والدخول المميز هناك القادمة في هذه اللحظات والواصلة في هذه الانطلاقة. مشاهدين الاعزاء، هذه امجاد نادر بن سعيد بن صبحة العفاري، وصلت امجاد. ولكن شاعر الميادين يدخل في جولة الاعلام، اعلام منطقة الخليج على الصدارة على المركز الاول. المركز الثالث، هذه هي القادمة بكل قوة قلنا، ولكن عودة الى مقدمة الشوط. حرك بن حلوة، وايضا شاعر الميادين مع السلطنة، السلطنة وإنذار، إنذار والسلطنة. الله 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 الله، بن حلوة، بن حلوة، بن حلوة، حلوة يا بن حلوة. إنذار يقدم لنا، إنذار عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة أيضا يتقدم على المركز الأول. الاكتبي بدأ يغير الصدارة، والمركز الأول 300 متر الأخيرة إلى دبي، إلى دبي. المركز الأول السلطنة، بالمركز الثاني مبارك بن عامر الحبسي، المركز الثالث الوصول الجديد من العبية صالح بن سالم بن مكتوم لينبي. ولكن انذار، 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 تهانينا، تهانينا لعبد الله بن مر بن سعيد بن حلوة على فوز انذار بالمركز الاول واول اشواط اللقاية. المركز الثاني السلطنة للشاعر مبارك بن عامر الحبسي، المركز الثالث العبية صالح بن سالم بن مكتوم لينبي. المركز الرابع، هناك حملة رقم 35 اللي هي مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هذه هي امجاد نادر بن سعيد بن صبحة العفاري. المركز الرابع كان الدخول من الطيار محمد، او الخامس للطيار محمد بن سعيد ايضا بن سلمة المنصوري. تهانينا لمالكي امجاد او انذار، تهانينا على هذا الفوز. عبد الله بن المر بن سعيد بن حلو الاكتبي، لحظات الإعادة بالتوقيت الزمني، حيث قطعت مسافة السباق في 7 دقائق 26 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، بينما السلطنة حلت في المركز الثاني للشاعر مبارك بن عامر الحبسي. سلالة شرط بن خيرات أيضا 7 28 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس والتهنية لركان وحمدان ابناء مبارك بن عامر الحبسي. 7 دقائق 28 ثانية، 8 أجزاء من الثانية اللي احتلت العبية صالح بن سالم بن مكتوم لينيبي. 7 دقائق 30 ثانية جزئين من الثانية الحبيبة لمنصور بن سالم بن زعيتر. من وصلت هي حملة رقم 25 للتصحيح، صحيح، شكرا حمد بن طويرش على التصحيح. ايضا 7 دقائق 32 ثانية 9 أجزاء من الثانية هي حملة رقم 1 محمد بن سعيد بن سلم المنصوري. اذا بن زعيتر من حل في المركز الرابع، تهانينا حملة رقم 25 منصور بن سالم.